بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها أنا قد عدت إليكم ومعي عشبة نعرفها جميعا حق المعرفة، لكنها تحمل في ذاتها سموما فتاكة، ولكن الناس غافلون عن هذا كله. ومع ذلك فلا بد أن فيها شيئا من المنافع لمن أحسن استعمالها. فعشبتنا لهذا اليوم هي مضور الحرمل. وقبل أن نذهب إلى الشرح والتفصيل، أترككم مع هذا الفاصل ونعود إن شاء الله تعالى. ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والإعجاب بفيديوهاتنا دعما لنا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحرمل هو نبات معمر ينمو بكثرة في الأماكن القاحلة والخرابات والأنقاض، يصل علوه إلى أكثر من 60 سنتيم، ويفترس على الأرض. تنبعث منه رائحة كريهة تخرج من النبتة، له أزهار بيضاء تخلف أقماعا بداخلها حبوب بنية تستخدم كنبات طبي. الحرمل في الطب القديم. قال ابن البيطار عن ابن سمحون: الحرمل هو أبيض وأحمر، فالأبيض هو الحرمل العربي ويسمى باليونانية مولا، والأحمر هو الحرمل العامي المعروف ويسمى بالفارسية أسفند. وقال مسيح الدمشقي: وإذا سحق بالعسل ومرارة الدجاج والزعفران وماء الرازيانش الأخضر وافق ضعف البصر. والحرمل يخرج حب القرع، وحب القرع هو نوع من الطفيليات المعوية، وينفع من القولنج وهو داء يصيب القولون، وعرق النساء إذا نطل بمائه، ويجلو ما في الصدر والرئة من البلغم اللزج، ويحلل الرياح العارضة في الأمعاء. وقال عيسى ابن ماسى: وأما نحن في بمارستان فإنا نستعمله لإخراج السوداء وأنواع البلغم بالإسهال، وهو غاية من الغايات للداء الذي يعتري المصروعين. وقال علي ابن رازيل: نافع من برد الدماغ والبدن. وقال الرازي: الحرمل يصدر ويصدع ويدر الطمث والبول. وقال بعض الأطباء: نقيعه جيد للسوداء، ويحللها ويصفي الدم منها ويلين الطبيعة. وقال حبيش: الحرمل يقيئ ويسكر مثل ما يسكر الخمر أو قريبا من ذلك. وقال إسحاق بن عمران: إن أخذ من الحرمل وجعل في قدر مع 30 رطل ما يقارب 13 لتر من الماء، وطبخ حتى يذهب ربعه، ثم يسقى المصروع منه كل يوم 10 دراهم يعني حوالي 30 مليلتر، نفع من الصرع، ويسقى منه للمرأة التي قد حملت مرة ثم انقطع الحمل 3 أيام متوالية فينفعها، وعلامة انتفاعها به أن تتقيأ. وقال آخر: يصفي اللون ويحرك إلى الجماع، ويسمن ويدر الطمث والبول بقوة. وقال ابن واقد: ينفع أصحاب العشق بإسكاره وتنويمه لهم. وقال غيره: إذا استف منه وزن مثقال ما يقارب 20 جرام غير مسحوق 12 ليلة شفى عرق النساء مجرة.
كل هذا من كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار، الجزء الأول، الصفحة 267-268، مادة حرمل، مطلع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. الحرمل في الطب الحديث. يسمى الحرمل بالعربية الحرمل، ويسمى بالفرنسية غي دو سيغيا، وكذلك غي سوفاج، واسمه العلمي بيغانوم أرملا، ومن عائلة زيغوفيل لاتشي. تحتوي بذور الحرمل على من 3 إلى 4% من الكولويدات، يعني نيزال كولويد، ذات التأثير النفسي، الأرمين والأرمول والأرمالين ومشتقاته. فبذور الحرمل والنبتة كلها والمواد الموجودة فيها كلها مواد مخدرة. لقد أجريت دراسات عن التسمم بالنباتات حسب دراسة أجراها مركز السموم والرقابة الدوائية في المغرب من عام 1980 إلى 2008، وقد أظهرت هذه الدراسات بأن الأعشاب كانت متورطة بنسبة 5.1% من مجموع حالات التسمم. 35% من حالات التسمم كانت في الأطفال أقل من 15 سنة، كما تسببت حالة التسمم في 17% من الوفيات. وكانت التسممات بالحرمل المسؤولة على من 4 إلى 6% من مجموع حالات التسمم بالأعشاب التي وردت إلى مركز مكافحة السموم بالمغرب CRPM. ففي المغرب يتم استخدام الحرمل على نطاق واسع في الأوساط الشعبية، خاصة في علاج لمختلف الاضطرابات النسائية مثل العقم وكذلك العجز الجنسي، وتستعمله بعض النساء كمجهد، ويتم استخدامه كمهدئ للمرضى ومنوم للأطفال. فالحرمل منوم خافض للحرارة ومسكن ومضاد للسعال ومضاد للإسهال، ويستعمل لبعض مشاكل الجلد كالإكزيما مثلا، وكذلك لعلاج البرودة وداء المفاصل طلاء، ويستعمل لأغراض سحرية وللشعوذة، ومنها الشبة والحرمل يبخر بهما الأطفال من العين والحسد، فدخانهما له تأثير قوي على الرضع الصغار، يضرهم ولا ينفعهم. أما الأحاديث المزعومة أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرمل فهي أحاديث غير صحيحة، وهي إلى الكذب أقرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، وكما سمعتم في كلام الأطباء القدامى بأن الحرمل يسكر كما يسكر الخمر أو قريبا منه، وكما قال الأطباء المعاصرون بأنه سام ويوصل بمتعاطيه إلى الموت، وصنفوه في المسمومات بالعلم. فكيف أن يمدحه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي بعثه الله ليحل الطيبات ويحرم الخبائث، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وأنا بدوري لا أنصح باستعماله من الداخل استنادا على ما سمعتم عن الحرمل، أما من الخارج كمداواة لألم المفاصل بالتكميد بالحرمل أو بدقه وربطه على الأماكن المريضة أو خلطه مع الزيت ويدهن به على الآفات الجلدية، فهذا غير ممنوع لأنه ليس من النجاسات، والعلة في تحريمه هي السكر والفطور، استنادا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر نكتفي، على أمل اللقاء بكم في فيديو جديد وموضوع جديد أو عشرة جديدة، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعمونا بارك الله فيكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، والإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأحباب والأصدقاء. بارك الله فيكم.